مساء الخير أعزائي المشاهدين من مدينة الإنتاج الإعلامي. سهرة جميلة بعد كام حلقة أقوية جدا، كان فيها مواد علمية كتير، بس النهاردة معانا دكتور من طراز فريد، دكتور طب وجراحة الفم والأسنان، دكتور أبانوب ناجي. مساء الخير. مساء الخير، اهلا بيك، منورنا في الاستديو. نور حضرتك. ووجودك معانا بالنسبه لي انا شخصيا مفاجاه يعني. مرسي، ربنا يخليك. بس هو ترتيب، ممكن نكون احنا محتاجين شويه اسئله عن السنان، بس اسئله مختلفه شويه كعاده روبير يعني، وفي نفس الوقت عايزين شويه فن. ايه اللي جاب السنان للفن ده اللي هنعرفه دلوقتي؟ مين هو أبانوب ناجي على طول؟ يعني مواليد 91. تمام. يعني نشأت في أسرة بسيطة. والدي حد يعني عندنا معمل أسنان، هو يعتبر فنان في موضوع التركيبات بتاعت الأسنان. تمام. من وأنا صغير كنت بروح المعمل أقعد ألعب بقى وأنحت في الحاجات اللي هناك، وأشوف وهو ماسك الأسنان وعمال بينحت في أشكالها وكده. فحبيت موضوع الأسنان وحبيت إن أنا أكون دكتور سنان بسبب بابا. يعني ده من وانت كان كام سنة بتشوف الكلام ده؟ أنا من وأنا مثلا في أولى إعدادي، في 5 ابتدائي، وحطيت الموضوع في دماغك. يعني أنا حبيت الحتة الفنية اللي في الموضوع، الفنية، تمام فده اللي الفنية. دمج بقى الفن والأسنان مع بعض. حبيت النحت، حبيت رسم شكل السن، رسم شكل الضرس ونحت التفاصيل ديت، ايوه وأنا أصلا بحب النحت جدا. تمام. يعني كنت بحب وانت بتمسك المواد اللي هو بتنحت منها بيها بتاعت بابا، ما كان بيزعق لك؟ خالص، بالعكس ده كان يعني بيفرح، وكأن يعني اللي هو كل ما بيشوفني ماسك حاجة فياخدها ويحفظها، يحطها مثلا على الرف كده، أبانوب عمل دي، أبانوب مش عارف ايه. كان يشوفني مثلا بقعد أجمع السنين كده المفرطة كده المرمية هنا وهنا، بقعد امسكها واحطها وارص بيها طقم واعمل بيها اشكال وبتاع، كان بيفرح جدا. يعني كان اي حد بيجي بيقعد يشرح له بقى ويحكي له، بص ابانوب عمل كذا، كنت بحس انه قد ايه ده فارق معايا وبنبسط جدا بيه وبلاقي نفسي فيه. يعني ده اللي شكل شخصيتك واداك بوش، اداك دفعه كبيره بالظبط للامام. هو ده السبب اللي خلى ابانوب ناجي في سن انت عندك 29 سنه من اشهر وامهر دكاتره التركيبات المتحركه يعتبر في مصر. يعني بص، قسم التركيبات المتحركة من واحنا في الكلية ايوه كان شوية قسم يعني ايه، صعب، صعب رخم، شوية. بايخ، تقيل، قول اللي انت عايزه، قول اللي احنا بنفضفض، قول. كان يعني مجرد ما بيجي سكشن، هي مادة اسمها بروسيزز، يعني الله يخليك، اسمها ايه تركيبات لا مؤاخذة؟ بروسيزز، الله، ده من ذوقك والله. ريموفابل بروسيزز يعني. فكان المعروفين اللي احنا يعني كان كل حد يحاول يهرب من السكشن ده، وكان الخامات اللي احنا بنشتغل بيها ريحتها فذه، بتبقى من على اول الكوريدور شممها هناك، بس انت تبقى متعود عارف يا ريس. بالظبط. الروائح دي كلها في مناخيري من وانا صغير، انا مش حاسس ان في حاجه غريبه. تمام. الدكاتره اصحابي كانوا ما بي يعني قليل قوي اللي يحب القسم ده، يعني التخصص ده يعني تخصص شويه ما لهوش قبول يعني ده اللي عندنا. خلاك تبدع فيه. يعني حبيته وبحب اشتغله جدا، ويعني بس ده بسبب بابا. يعني بابا اللي هو كنت بشوفه يعني في تعاملاته، في يعني ازاي بيظبط التركيبات بايديه، بيشوف الفنيات التفاصيل والحاجات دي، فكان بسهوله ان انا اكون بشوف الحاجات دي لما اكبر وما احسش انها ازمه، حتى في التخصص ده احنا شغالينه في الجامعه وبندرسه، فكنت بفهمه بسرعه، كان شغل المعمل كله في ذهني، فالدكتور بيتكلم وبيشرح اوريدي انا عارف التفاصيل ديت، فده ساعدني بعد كده في حته التركيبات في العياده، ببقى مش شايل هم ان في مريض يجي اشتغل له، وببقى مستمتع بالحته دي، ومستمتع في فكره ان الحاله لما تكون صعبه انت هتحلها ازاي، وكانك ماسك مساله كده حسابيه ومعادله وعايز توصل لحلها وبتحس بالانجاز. لما بتحب شغلك انت بتبقى فنان فيه، بتعمله باستمتاع، بتجود فيه، دوت بيبقى بيدي اثر طيب على يعني على الحاله اللي تحت ايديك. طيب قبل ما اخش لحاجه تانية هسالك عليها دلوقتي، هسال الطفل عندي ابن الصبح ب 8 سنين ونص بيقول لي في ضرس بيلخلخ، فقلت له طيب احنا معانا دكتور كبير بتاع سنان،
لما الاقي ضرس بيلخلخ 8 سنين ونص، المفروض اجي لك اشيله ولا يتخلع لوحده ولا ايه؟ طبعا في حيثيات كتير في الموضوع، في حيثيات انه هل لخلخه السن ديت مضايقه الطفل وجعاه لما بيقطم حاجه بتوجعه، حيثيات ان هو ماسك ومعطل السنه اللي تحتيه تطلع، كل ده بيخلينا ان احنا عايزين نكون بنخلع الضرس دوت فأقرب وقت يكون بيجي، وبنحاول بقى نتصرف معاه بقى، بنجي احيانا رش احيانا بس بنجي. بيخافوا من دكاترة السنان موت يعني. أنا مجرد أقول لدكتور السنان ده حاجة مرعبة فظيعة يعني. بص انا عايز اقول لك حاجه، هي اتفضل. المشكله دي كانت يعني انا ببقى من اول ما اشتغلت اللي هو نفسي اقول يا جماعه مشكله علاج الاسنان بتاع الاطفال بيبقى تشالنج، يعني بيبقى تحدي كبير لدكتور السنان ان هو يكون بيتعامل مع الطفل ان هو في الاول يستقبله ويكسبه، والتشالنج دي بتزيد صعوبه بسبب الاهل مش بسبب الطفل. بص للكاميرا دي وكلم الاهل قول لهم ايه اللي بيعملوه بيعمل لنا مشكله مع اولادنا. بص للكاميرا. يعني اللي هو فيه مشكله اللي هو من واحنا صغيرين متعودين مثلا بابا وماما عايزين يمشوا، فيا فلان احنا هنروح دلوقتي للدكتور اللي مش عارف ايه هناخد حقنه، فانت ما ينفعش تيجي، فانت لو شبطت فينا هتروح وهتاخد نفس الحقنه دي، فولده في ذهن الطفل انه دكتور دكتور السنان يعني بقى حقنة او يعني ايا وجع. كان بالظبط. واحنا المشكله بقى في ان احنا كدكاتره سنان احنا كل شغلنا بيعتمد على الحقنه، طبعا. يعني انت لو رحت للدكتور مثلا بطنه ممكن يكشف عليك ويدي لك علاج وتمشي تمام، ما فيش اي مشكله ولا حاجه انك تخاف منها، دكتور العيون كذلك، اي دكاتره في الاغلب ما فيهاش حقن عكس الجراحين وعكس دكاتره السنان، انت شغلك بيعتمد ميدلي على الحقنه اللي انت هتديها في بدايه الجلسه، فاغلب شغلك بيعتمد على الحقن، فالطفل رايح وبالفعل بنسبه 90% هياخد حقنه، فهو رايح ومتخيل البعبع اللي انت رسمته في ذهنه زمان هو ده اللي هيدي لك الحقنه، فانت يعني هو رايح اصلا مرعوب منك. يبقى احنا نحاول ما نخوفش ولادنا عشان ما بالظبط. يرتعبوش من حضراتكم. طب احنا ابتدينا نستقبل اتصالات كتير قوي، ناس سنانها وجعاها. معانا اتصال من الشرقيه، استاذ سعيد اتفضل. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا وسهلا يا فندم. الدكتور مع حضرتك. نشكر حضرتك على الاستضافه الجميله والبرنامج الجميل ده. شكرا مرسي. لحضرتك يا فندم. مساء الخير دكتور. مساء الفل مع حضرتك. والله انا عندي بنتي في اولى ابتدائي، يعني تقريبا 6 سنين ونص 7 سنين، في اسنان لبنيه طبعا اسنانها، بس عندها تسوس في بعض الضروس، فده هل له علاج في الفتره دي ولا هي كده كده بدات اوريدي في ان هي اسنان تغير الاسنان بتاعتها، فما ما الموضوع عادي ان هو كده كده حتى الضروس اللي فيها التسوس دي هتتغير طبيعي. مع تمام حضرتك. شكرا تمام. استاذ سعيد. اتفضل. هي الفكره في حاجه، الفكره في انه احنا بنعتمد على تسنين الضرس اللي طالع دوت او السنه اللي طالعه، لو المشكله ليها علاقه باسنان هتبدل خلال الفتره الجايه، الاسنان اللي قدام فوق وتحت من عند 6 سنين ل7 سنين بيكونوا بيطلعوا، فلو المشكله ليها علاقه بالسنتين دول فوق وتحت ففي الغالب مش بنحتاج ان احنا نكون بنعمل حاجه، بنسيب الوضع لحد ما هم يكونوا بيبدلوا. طيب لو المشكلة ليها علاقة بدروس جوه، حاجات هتاخد وقت على بيت ما تبدل سنة سنتين، في حاجة بتطلع عن 9 سنين فهيكون معاه 3 سنين مفروض ان هو يكون بيستخدم الحاجات دي، فاحنا لو في ساعتها سبناهم هيدمروا اكتر ونضطر نخلعهم، وبيحصل مشاكل في الخلع انه اولا مش هيكون عارف ياكل سنان، هيكون بيحصل حاجة اسمها كراودنج بعد كده في الاسنان اللي بتطلع ما بتلاقيش مكان ليها فبتتلخبط، فميزة وجود السنان ان انت وظيفيا انت عارف تستخدمها او ان هي تبقى محافظة على المسافة للضرس اللي هيكون طالع بعدها، فهي ليها مهام كتيرة، فلو الضرس فاضل عليه فترة ان هو يكون بيطلع فاحنا لازم ساعتها نكون بنهتم جدا ان احنا نكون بنعالج في اقرب وقت، ما نسيبش السنان ان هي تكون بتتدمر خالص ونضطر ان احنا نخلعها، ساعتها برضو ممكن نكون بنعمل حاجة اسمها حافظ مسافة سبيس مينتينر عشان يبعد الضرسين على بعض والأسنان اللي طالعة تكون لاقية مكان، بس الأفضل طبعا إن احنا نكون بنحافظ على السنان نفسها. تمام. احنا عاملين مفاجأة للجمهور بتاعنا. أوكي. إن الدكتور فنان في شغله وفنان في حاجات تانية كتير هنعرفها دلوقتي، بس
هنعرفها وهنشوف انت يا دكتور امتى اتعلمت الآلة اللي في ايديك دي. هو الموضوع بدأ من سن ابتدائي. أيوة. عن سن خمسة ابتدائي حبيت فكرة العود، كنت بلاقي شخص كده بيعزف قدامي، كنت بحب الشخص ده. كنت ببص على العود لقيته آلة بسيطة جدا، عبارة عن خشب في خشب وحاجة ما فيهاش تعقيدات، بحسها حاجة وكأنها بتعبر عن أبانوب. حسيسك. فلما شفت الآلة عجبتني جدا. بابا بيقول لي انت مبروك نجحت وجبت مش عارف كام، فانت مفروض ان احنا هنجيب لك هدية. في ثانوي ولا اعدادي؟ في خمسة ابتدائي. خمسة ابتدائي. طلبت عود. احنا ساعتها كان الابتدائية سنة خمس. فدي كانت هدية نجاح الابتدائية. بابا بيقول لي عايز ايه؟ فقلت له عود. فبابا اتصدم اللي هو انت. طيب معلش انا بحب اتكلم بسرعة لان كلامك جميل ودايما فضفضة بتخلص مع نجومي بسرعة، وبما انك حضرتك نجم الحلقة النهاردة. بابا هو اللي علمك السنان وشفت المعمل، وهو اللي خلاك ربنا يخليه ويديه الصحة يا رب تبقى من أمهر دكاترة السنان. لكن انت مهما كبرت صغير، أحب أسمع مهما كبرت صغير لأستاذنا العظيم الهضبة عمرو دياب. مش عارف اقول ايه. اول حلقه عملت مقدمه طويله شويه والناس زهقوا منها، ان انا قلت اللي هيجي مع في فضفضه نجم في مكانه في مجاله في كل حاجه، مش مهم دكتور، مش مهم مهندس، مش مهم صنايعي، مش مهم تاجر طفل، لكن انت نجم في مكانك. فاكيد مش كل دكتور اسنان بيعزف عود، ومش كل عازف عود بيخلع السنان. شكرا على المقطوعه ديت، وارجع تاني واقول لك لو احنا حبينا ننظف سناننا، اسمع الفرشه واسمع الفتله والكلام دوت، واحنا معانا صور برضه هنبقى نشوفها دلوقتي لما تيجي هنعرضها. ايه موضوع الفتله دي؟ بص، احنا لما بنتكلم عن تنظيف الاسنان معروف قوي في ذهننا انه في حاجه اسمها فرشه معجونه. استاذنك انا اسف قبل ما نتكلم، فتحي من الشرقيه معانا على اتصال هوا. الو، الو يا استاذ فتحي. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. الو، ازيك يا دكتور؟ اهلا بيك. اهلا بحضرتك. نوطي التلفزيون ارجوك، نوطي التلفزيون. شكرا. مع الدكتور، اتفضل يا فندم. ازيك يا دكتور؟ اهلا بحضرتك. ازاي حضرتك استاذ فتحي؟ ربنا يخليك. انا فتحي، اكيد عارفني حضرتك. ازيك يا فتحي، عامل ايه؟ انا حبيت اكلمك بس واطمن عليك، وانا مبسوط والله ان انا شايف حضرتك. الله يخليك يا فتحي، ميرسي ليك، متشكر ليك جدا جدا، ميرسي. واحنا دكتور ابانوب من افضل الدكاتره بتاعت الاسنان والله الصراحه. انت اتعاملت معاه ولا عشان انت عارفه؟ لا اتعامل، لا انا ما اعرفوش معرفه شخصيه، انا اعرفه اتعاملت معاه. هو كان من المرضى اللي كانت بتيجي في العياده. طب احكي لي، يعني كان وهو بيعالجك كان بيوجعك قوي ولا نص ونص؟
لا بجد انا جربت كذا دكتور اسنان، بس هو من افضل الدكاتره يعني، في راحه كويسه. ودلوقتي اسنانك كويسه عم فتحي؟ لا تمام. شكرا شكرا فتحي باشا، ميرسي لحضرتك ميرسي لحضرتك. نرجع تاني الفتله بتاعت السنان، الفرشه ولا الفتله انهي احسن؟ هي مفيش حاجه اسمها احسن واحلى. أيوة. لا هي الفرشه مهمه جدا. أيوة. والفتله ده اللي احنا يعني محتاجين نتكلم بقى فيه. ان الفتله مهمه جدا جدا جدا. ليه؟ لانه الناس متعوده انا مهتم باسناني، اغسل سناني الصبح وبالليل بالفرشه والمعجون. وليه مع ذلك يا دكتور وباجي ونيجي نكشف ونبص في الاسنان ونشغل الكاميرا وتشوف سنانها في الشاشه وشايفه انه في تسوس في الحته دي؟ طب الحته دي يا دكتور غريبه يعني. فالتسوس اللي ما بين السنان اللي هو، خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا بعد الفاصل. ورجعنا تاني بعد الفاصل وبنكمل كلامنا مع الدكتور. الخيط حضرتك قلت لي مش شرط الخيط، ممكن الفرشه والخيط، كمل كلامك. الفكره في ايه؟ الفكره انه الناس يعني فعلا بيكونوا من الناس اللي هي المهتمه باسنانها جدا وبتستخدم الفرشه 3 مرات في اليوم، ويعني محافظين جدا على الاورال هيجين بتاعه، وبيكتشفوا بعد فتره لما بييجوا يكشفوا بالكاميرا وبنتفرج جوه في السنان بنلاقي انه واضح جدا انه في تسوسات ما بين السنان، والتسوس ده ممكن يوصل العصب بعد وقت قريب مش وقت كبير، فبيستغربوا فعلا يعني اللي هو طب احنا ليه سناننا سوست؟ حاجه مهمه جدا 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 لا تقل اهميه عن الفرشه والمعجون هي الدنتال فلوس او الخيط الطبي. فالخيط الطبي ليه اشكال كتير وليه طرق استخدام، بس اشكالها تطلع على الشاشه دلوقتي. فهو ممكن يكون رول كده. أيوة. وبنلفه على صباعنا وبنستخدمه على كل سنه ما بين السنان. او مثلا بلاستيك هولدر كده بيبقى ماسك فيه اللي هو زي المنشار كده، زي المنشار الاركي. بيبقى يعني هو ميزته شويه ان هو بيبقى سهل في الاكسسبيلتي بتاعته، ان هو يبقى بيوصل للاماكن اللي احنا مش بنعرف ندخل صباعينا الاثنين بالخيط الطبي فيه. فشويه الخيط الطبي اللي في البلاستيك بتبقى احسن. من جهه الاستخدام مش احسن من جهه الخيط بتاعها يعني كالماده الخامه بتاعتها يعني. بس ايا كان الخيط الرول او الخيط بالبلاستيكه دي، المهم ان احنا لازم نستخدم الخيط الطبي على الاقل على الاقل مره قبل ما ننام بالليل، نكون شلنا كل باقي الاكل اللي اتكونت ما بين الاسنان. وبعد الخيط الطبي بيبقى الفرشه والمعجون، وعايز تستخدم مضمضه ماوثوش روتيني. طب احنا معانا صور دلوقتي يا ريت حضرتك تعلق لنا عليها، هتيجي دلوقتي. هي فندم ده دي التركيبات دي، ايه الصوره دي؟ دي كده صوره لشكل يعني حاله تفاقمت والضرس اتبهدل خالص، فوصل ان احنا خلعناه، وبعد ما خلعناه عملنا كوبري. من ضمن الطرق التركيب اللي هي حضرت. التركيب الثابت ده اللي احنا هنتكلم فيها بعد كده، تركيب ثابت وانواع التركيبات والفروقات ما بينها. لا ممكن نتكلم دلوقتي لان بعد كده احنا قربنا نخلص الحلقه. ده كده تركيب ثابت اللي هو خلاص يعني بقى عندي ضرس يمين وضرس شمال وحته فيه فسحيه في النص فاضيه، نعمل الكوبري ده. بالظبط. مش زي كده اسمه كوبري؟ بالظبط هو اسمه كوبري بالفعل. ايوه ايوه. طيب والصوره الثانيه دي بالنسبة لو حد ما عندوش أسنان خالص ومحتاج يركب تركيبة، الاسم التركيبة المتحركة اللي احنا كنا لسه دي التركيبة المتحركة اللي هو الطقم السناني يعني. الطقم الكامل. الطقم الكامل ده اسمه التركيبة المتحركة. بالزبط. طيب واللي بعدها دي طريقة تانية من طرق. ده مسمار. بالظبط هو حاجة زي مسمار بيبقى جوه العظم اللي هي الزراعية، بنسيبها في العظم. شاكوش ولا ايه يا دكتور؟ بنحطها بحاجة كده يعني الأول بنكون شايلين مكانها أو قد المكان بالظبط بتاع المسمار، بعد كده بنحط المسمار، بعد المسمار بنركب الجزء اللي فيه اللي هو اسمه الأباطمنت، بعد كده بنركب الكراون. بعدين دي طريقة تانية في تركيب الثابت اللي هي التركيب من يعني خلال الزراعة. أنا آسف يعني أنا دلوقتي لما أجي أروح دي مش يعني دي ستلس او دي ماتيريال بتاعت ايه يعني ممكن تبقى راكبه في بقي حاجه زي كده؟ بالظبط حاجه زي شرايح والمسامير اللي بتتركب في الجسم، لو اي حد عمل عمليه لا قدر الله بيركبوا له شرايح ومسامير. حاجه بايو كومباتبل. انا وانا بشوف الصوره دي انا اوريدي بقي وجعني. نشوف اللي بعدها، سيبك من الصوره دي. دي صوره لتركيبه متحركه بس بنسميها بارشال او تركيبه جزئيه، مش دي تركيبة يعني جزئية. لو حد عنده جزء من الاسنان مش هينفع نركب له تركيب ثابت، بنركب له تركيبه زي دي تركيبه متحركه. في صورتين كانوا بتوع الخيط احنا كنا جايبينهم. ايوه الخيط ده صوره للخيط الطبي اللي هو الرول. الرول ده بتجيبه بتقطع الحته اللي انت تقدر تستخدم بيها، وبعد كده بتستخدم ما بين السنان بايديك.
ده المفروض ان انا كل يوم استخدمه، يعني المفروض ان انا المفروض انا انسان فاضي جدا واروح اين هو الخيط الطبي يا اولاد وراح استخدمه. ده استثمار في صحتك. استثمار في صحتك، ده شيء رائع جدا. ودي شكل تاني للخيط الطبي، بتبقى عباره عن بلاستيكه هولدر بتركب فيها الخيط كتير. وبتستخدمها بالبلاستيكه بتبقى اسهل بكتير. طيب الحاج عبد الحميد معانا اتصال، الاتصالات كتيره النهارده، كل الناس اننا وجعاها. مساء الخير حاج عبد الحميد. مساء الخير يا باشا، الله يخليك. انا منكم حمادة. اهلا بحضرتك. نوطي التلفزيون يا حاج عبد الحميد ارجوكم يا جماعه، اللي يتصل يوطي التلفزيون. حضرتك منكم حمادة، وحمادة عامل ايه يا حاج عبد الحميد؟ منكم حمادة. والله انا كويس يا باشا، انا سيادتك عندي 65 سنه. ربنا يديك طول عمرك. والله تمام يا باشا. تمام. وطي التلفزيون يا حاج عبد الحميد، السؤال حضرتك من فضلك ارجوك بس وطي التلفزيون. انا عندي 65 سنه وعندي سكر وسنان شلتها كلها، وعندي اللثه من تحت مبلطه واللثه من تحت مبلطه وما عنديش حاجه فوق. ايه بعاوز نركب طقم، ايه الوضع؟ نعمل ايه او الوضع ايه؟ تمام، شكرا. شكرا حاجة عبد الحميد. هي دي مشكله من المشاكل المتعارف عليها في تركيبات المتحركه، هي لسه فلات، يعني ما فيش تضاريس نقدر نمسك عليها التركيبه زي ما حضرتك شفتها. هي بتمسك في العظم بطريقه، هي كانت جمله كده حافظينها، انترفيشال سيرفيس تنشن. كلمنا عربي الله يبارك لك عشان الناس كلها. عارف حضرتك اللزقه اللي بتتلزق في الثلاجه؟ احلى ايام الثلاجه اللي هي بتفريغ الهواء، الكاوتشه دي. ايوه، بطبقه ميه خفيفه وبتحطها بتفرغ الهواء فتقوم لازقه. اللي هي الضغط اللي بتعمل على الازاز. بالظبط. تمام، نفس الفكره والكونسبت بتاع لزق التركيبه على الاسنان. اسف، العظم واللثه. ايوه، هو مفيش عظم اساسا. بالظبط، فدي بتضعف شويه. طيب من حته إيه؟ التركيبه بتمسك. في بعض الحلول، في حل بنبتدي بحتت ان احنا نعمل بطانه طريه ربري كده كاوتشيه. فلما طبعا البطانه الطريه لما تمسك على اللثه غير لما تبقى حاجه هارد شويه. الطريه شويه بتمسك بتدي ريتنشن على اللثه، او ان احنا نكون بنستخدم حاجه اسمها كوريجا، لزق بنحطه على التركيبه من جوه من فيتنج سيرفيس بتاعتها. أيوة، وبنحط التركيبه فبتمسك معاه مثلا ساعات معينه في خلال اليوم، يقدر ان هو يكون بيتكلم، بياكل، بيتعايش بيها، وعلى اخر اليوم بيقلعها وبينظفها وبيكرر نفس الموضوع تاني، بيحطها في كوبايه ميه تاني يوم بيلبسها بيكرر نفس الموضوع تاني. اما ان هو لو حالته الصحيه تسمح بحته الزراعه بقى، بنحط زرعات وبنركب عليها تركيبه. تمام، هو عموما شكرا لحضرتك للايضاح. والتواصل مع الدكتور ابانوب، الاتصال على رقم البرنامج اللي هيكون ظاهر قدامكم. قبل ما نطلع فاصل هنعزف حاجه انت عمري. أوكي. تمام، نعزفها وبعد ما نخلص نطلع الفاصل على طول. طيب. حبيبي بس على مهلك كده وعلي لي، وانا يعني عايز اقول لك لو هطولت في النور اطفيه. اتفضل يا باشا.
ميرسي لحضرتك على المقطوعه الجميله انت عمري، يعني فكرتنا كده باللازم مضى. سؤال نرجع بقى شويه، احنا ايه شويه فن وشويه اسنان شويه وجع، انا بكلمك اسناني بتجز عليا. الحشوات، ايه دكاتره الاسنان غاليين والحشو وكده، لازم اعمل لك جمعيه عشان اجي لك، ايه موضوع الحشو انتوا غاليين كده ليه يا عم؟ بص صدقني هي مش فكره غاليين، يعني خلينا ناخدها مثلا من البدايه. على رأي مثلا اللي هو ايه، الوقايه خير من العلاج. انا دلوقتي عندي مثلا بهتم باسناني، بغسل سناني وبستخدم دنتال فلوس، خلاص اتفقنا ومضمضه، وباخد بالي وبعمل تشيك اب كل مثلا 3 شهور ل 6 شهور، بروح لدكتور السنان يشوف في حاجه ظهرت اي حاجه في البدايه. فانت لما تعمل حاجه في البدايه هتبقى تكلفتها بسيطه، مثلا حاجه محتاجه تنظيف جير، تظبيط، تلميع سنان، حاجات خفيفه، حشو بسيط هنكون بنعمله هيبقى حشو عادي ساعتها مثلا. الدنيا سايبها اكتر، الضرس مش بيوجعك فسايبه لحد ما يبقى يوجعك، فلما ساعتها تروح لدكتور السنان يقول لك غالبا وانا جوه الضرس وانا بنظف يعني هيكون باين التسوس ده واصل العصب ولا مش واصل العصب. وهنا في سؤال دايما بيتسال، هو ازاي الضرس واصل العصب وانا مش موجوع؟ لا، احنا بننظف وبنشيل التسوس خالص، واحيانا بيكون الفرق ما بين انه نشيل الطبقه المسوسه اللي هتدخلنا في العصب حاجه بسيطه خالص، فلما بنشيلها بنبقى في جوه العصب وهو مش موجوع، ودي كانت حاميه ان الضرس يتوجع، يعني الطبقه اللي هي اصلا مسوسه. فساعتها بنضطر نخش في سيناريو تاني، يعني لو كان التنظيف في الاول هيكلفنا سين، حشو العصب هيكلفنا سين مثلا في 4، بعد كده لو الضرس اصلا ما ينفعش تحشي عصب واتبهدل خالص وكان بادلي ديكيت تماما متدمر خالص، فاحنا محتاجين نخلع الضرس وهنخش في سيناريو التركيب، اما تركيب ثابت زي ما شفناه او تركيب من خلال الزراعه. وده غالي بالظبط، انت هتضرب سين دي في كذا رقم، وتكلفه الشغل اللي بيبقى ليه حيثيات كتير. الماده الخام نفسها اللي احنا بنستخدمها، الخامات اللي احنا بنستخدمها فعلا مكلفه جدا، بتضيف عليه وقت الدكتور، بتضيف عليه صحه الدكتور اللي بتستنزف مع كل حد بيقدم له خدمه، بتضيف عليها تكاليف العيادة الطبيعية كمكان مفتوح محتاج. لا ده غير كده ان دكتور السنان، انا لما بروح عند دكتور السنان بيصعب علي، يعني بيبقى قاعد ساعة، بالذات انا يعني انا من النوع اللي هو طبعا انت فاهم انا بخاف جدا، ويقعد ساعة بقى ويطلع والكماشة والبتاع في ساعة، يعني انا لو بالبلد بلغه التجار معلش يعني بحكم شغلي اساسا المصنعي انت قاعد ساعه، لكن انت لو دكتور بطنه هتكشف 10 دقائق ربع ساعه، يعني برضه على دماغي، بس انا قصدي اقول لك انت بتاخد وقت، والضرس ما بتعملش في جلسه بتهيألي، يعني بياخد قد ايه؟ على حسب، يعني حشو العصب في الغالب ممكن جلسه او جلستين او 3 جلسات احيانا في الحالات الكومبليكيتد. فدوت بيبقى مكلف جدا. فحضرتك انت بتقول لي كده دلوقتي او بنقول للجمهور بتاعنا ان احنا الوقايه خير من العلاج، يعني انا اخلي بالي من سناني بدل ما نخش في قصه السنان دي. طيب ايه اغرب حاجه حصلت لك في وقتك اللي اشتغلت فيه في السنان في الحالات اللي يعني اللي هو في حالات كتير، يعني عارف انت لما احيانا بتكون حالتين كده على السريع، يعني كان في حالة راجل كبير واللي هو يعني حد ليه هيبة كده وداخل العيادة، والشخص ده أنا يعني حاسه كده مجرد ما قعد على كرسي السنان حسيته قلب طفل 4-5 سنين. فاللي هو أنت بتبقى قاعد بتتكلم على حد أنت بتبقى قاعد أنت مش عارف تكون بتتعامل معاه إزاي. فانت ما بين نارين، ما بين انك تكون بتعامل مع شخص كبير، ما بين انك تحاول لا معلش خلاص دي حته صغننه دي مش عارف ايه، فتقلب مزيكا تسمع مزيكا واغاني وحاجات كده، وبتحط له جل قبل الحقنه علشان الحقنه ما توجعوش، هو السن بتاع الحقنه ما يحسش بشكل الحقنه. فبنسهل عليه عشان خاطر ما يخشش في حته ان هو رافض انه يتعالج، يعني رغم ان هو شخص كبير جدا. مش كبير جدا يعني انت ايه انت شكلك مش هتروح النهارده يعني. طيب موضوع السنان موضوع كبير واحنا واخدينه من منطلق فضفضه، اديني موقف تاني قبل ما نسمع الاغنيه بتاعت فيروز ونختم الفقره بتاعتنا. قبل ما نختم انا بس عايز اقول حاجه للساده المشاهدين، النهارده فضفضتنا مش اي فضفضه، فضفضتنا 2 في 1، بمعنى احنا معانا الدكتور الفنان
هنتكلم عن السنان والعود واتكلمنا وبنتكلم. ومعانا بعد الفقره دي ما تروحوش، ما تروحوش في حته تاني، او لو عايزين تروحوا روحوا بس ما تروحوش لانكم هتستفادوا جدا. معانا فقره مهمه جدا جدا جدا، والشباب اللي عايز يعمل بيزنس وستات البيوت الحلوين اللي هم قاعدين دلوقتي، كنا قاعدين في كورونا وربنا يستر، ربنا يستر وما نقعدش تاني، شغل حلو هنشتغله وهنشوفه بعينينا. والساده المصنعين محتاجينهم نشوفهم، والساده المسؤولين كالعاده لان محتاجهم شويه. هنكمل كلامنا مع الدكتور، ولما نطلع فاصل استنونا لان راجعين تاني. النهارده حلقه طويله شويتين ثلاثه، قاعدين معاكم للساعه 12. اتفضل. صدقني هو بص المواقف كتيره جدا، بس يعني عارف كلها تحس ان هي بتتلخص في حته الخوف عند الناس. والانطباع عن انه دكتور السنان ده بعبع يعني، فاللي هو ما ينفعش اتعامل معاه، رغم انه بعد كده انا بشكر ربنا انه بعد كده نظرتي بتتغير، وده اللي بيبقى فارق معايا. وبحس ان دي رساله اصلا انه نظره السنان عند الناس تتغير. انا رايح دكتور السنان، فانا في ناس كانت بتقول لي انا كنت شايله هم من جايه الدكتور، فانا جايه دلوقتي وانا مطمنه ومبسوطه ومرتاحه نفسيا، وحاسه ان انا عادي ان انا اروح واجي لك يعني. فيبقى مثلا اللي هو ايه، بتلاقي مثلا اطفال كده اللي هو وانت شغال وفجاه بيعملوا اصوات غريبه وانت شغال، واللي هو ايه يعني ما لمستهمش اصلا. هو بيبقى احتياطي. فهو بيصوت احتياطي. انا عن نفسي كده، انا لحد ما والله يعني تقول له صدقني ما تحس بوجع، مفيش وجع، مفيش حاجه، ما لمستكش اصلا. ما برضه احتياطي برضه، ما يعني انت لما بتعمل بنج ما اناش ضامن انت بتعمل ايه جوه. يعني انت بالظبط كده. طيب هنبص للكاميرا اللي ورايا وقبل ما نمسك بعد كده العود، لانك انت بعد كده العود وهنختم الفقره بتاعتنا، واتكلم بما انك انت شاب، ويعني بجد شابول هقول لك ايه، يعني انت حضرتك دكتور. كان معانا الدكتور المهندس جهاد زكريا الرائع الرائع، اللي كان مشرفنا كذا حلقه، قال لك المهندس لازم يبقى مهندس ورشجي. فالإكسبريشن ده كان قاله، وكان معانا كمان الدكتور محمد القرش. فمهندس ورشجي اللي هو لازم يشتغل بإيده. فأنت أوريدي شغلتك بإيدك، يعني أنت دكتور مش اللي هو بتلبس بلطو أبيض وسماعة وعلى المكتب، ده أنت بتبقى واقف وشغال كده. تبص في الكاميرا وتقول إيه لزمايلك الدكاترة السنان، تنصحهم بإيه؟ يعني في حاجه مهمه جدا الواحد بيكون بياخد باله منها قوي، يعني وانا بتعامل مع المريض ان انا نفسي مريض بكره او بعده او امبارح او يعني انا رحت للدكتور وانا تعبان وعندي كذا وكذا وكذا. فانا لما بتعامل مع الشخص اللي بيجي لي بتعامل معاه على انه انسان، وانا انسان، وانا هتعامل معاك على انك انسان. مش بحب حته انه دكتور سنان اكون داخل وشايفه بيتعامل مع الناس بيتعامل اللي هو بصي انا مش عارف ايه. انا لا، بالراحه احب الشخص ده، او مش لازم تحبه بس على الاقل احترمه قدره. لما يجي لك واحد هو اصلا داخل في حاله اكتئاب بسبب شكل اسنانه، فمحتاج ان هو نفسيا تطمنه. الناس محتاجه جدا جدا اطمئنان، محتاجه جدا مقابله بشوشه، يحس ان مفيش مصيبه، لا الدنيا هتبقى بسيطه. المشاكل اللي عند حضرتك ألف واحد كان قبليك عنده نفس المشاكل واتحلت وبقت كويسه، ما كبرهاش، ما سودلوش الدنيا. فيبقى واخد الدنيا ببساطه وبراحه نفسيه ويكمل خطه العلاج اللي انت حاططها له وانت مرتاح ومرتاح. انا بشكر حضرتك جدا. ميرسي خالص. في فضفضه جميله بجد انا استفدت بيها، وارجو ان الساده المشاهدين استفادوا بيها. قبل ما ننهي بفكركم ان احنا معانا فقره تانية مهمه جدا، مهمه جدا جدا جدا، للسادة الصناع، للسادة التجار، للسادة ستات البيوت، لكل السادات اللي في الدنيا. هنستناكم بعد الفاصل، بس واحنا بنختم اسمع حاجة لفيروز. فيروز وانت شرفتني ونورتني وبشكرك جدا جدا جدا، ولينا لقاء تاني ان شاء الله. ان شاء الله. فيروز.
كعبير النور.